لنا جميعا ليس على الصعيد العربي فقط وإنما على الصعيد الدولي. فالمياه شريان الحياة ومصدر الرزق والعيش الكريم، وصدق الله العظيم حين قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحفل الكريم، في ظل التحديات المائية الآخذة بالتزايد، ليس من خيار أمام العالم العربي إلا المواجهة، وهذه المواجهة لابد أن تكون في إطار من التعاون والشراكة واستخدام كل الإمكانات لتحقيق أهداف الأمن المائي العربي قبل فوات الأوان. الكلمة الآن للدكتور جمال الدين جاب الله، المجلس الوزاري العربي للمياه، جامعة الدول العربية، فليتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتور توفيق الحبشنا، ممثل معالي الدكتور حازم الشاعر وزير المياه والري بالمملكة الأردنية الهاشمية، سعادة المهندس خلدون الخشمان أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه، سعادة سفيرة المملكة السويد، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في مستهل كلمتي أن أرحب بكم جميعاً وأنقل لكم تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وتمنياتي لهذا المؤتمر كل التوفيق والنجاح، وأن تسهم الأوراق المقدمة في الاستفادة منها لرفع كفاءة استخدام المياه في الدول العربية. وإذ أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري بالمملكة الأردنية الهاشمية على رعايته الكريمة لمؤتمرنا هذا، والشكر موصول إلى الجمعية العربية لمرافق المياه ووزارة المياه والري الأردنية على المجهودات المبذولة للإعداد الجيد لهذا المؤتمر. السيدات والسادة، لقد عمل المجلس الوزاري العربي للمياه ومنذ إنشائه على تنفيذ المهام المنوطة به والتي نص عليها النظام الأساسي للمجلس. وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى قرار القمة العربية التي عقدت عام 2012، والتي أقرت استراتيجية الأمن العربي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات، والتي كانت ثمار عمل جماعي مع جميع شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه من منظمات عربية متخصصة ومنظمات إقليمية ودولية ومؤسسات مجتمع مدني. كما أقرت قمة الكويت مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهذا المشروع الذي يشرف عليه المجلس الوزاري العربي للمياه يتابع بالتنسيق في تنفيذه المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة. وفي هذا المقام أود الإشادة بالتعاون القائم بين وكالة التعاون السويدية ووكالة التعاون الدولي الألمانية والأسكوا وأكوا وغيرها من المنظمات التي تقوم بتمويل تنفيذ التأثيرات المناخية على الموارد المائية في المنطقة العربية. السيدات والسادة، لقد كلفت القمة العربية التي عقدت بالكويت المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع الخطة التنفيذية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية المعنية وصناديق التمويل والجهات المانحة. وهذا ما تم إنجازه بالفعل بالتنسيق والتعاون مع جميع شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه، حيث أقر المجلس الخطة التنفيذية
في دورتي الأخيرة والتي عقدت في الدوحة بدولة قطر الشقيقة في يونيو من العام الماضي، وسيتم رفع الخطة التنفيذية إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها إن شاء الله بالجمهورية التونسية هذا العام. ومن هذا المنطلق فإن المجلس الوزاري العربي للمياه حريص كل الحرص على اتباع الأسلوب التشاركي في تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف الخاصة بالشأن المائي، وحيث يتناول اجتماعنا هذا اليوم قضايا إدارة المياه، ويعمل على إقامة شراكات ومناهج العمل التعاوني حول قضايا المياه في المنطقة العربية، وتفعيل التعاون القائم، وإحداث أساليب جديدة للتفاعل والتنسيق بين جميع الشركاء، لأن التحديات التي تواجه قطاع المياه في دولنا العربية عديدة ومتشعبة، وخاصة في ضوء المتغيرات المناخية التي تجتاح المنطقة العربية. لذا لا مناص من التعامل مع هذه التغيرات فرديا وجماعيا بكل سرعة وجدية ومهنية، واضعين نصب أعيننا أن وقت المياه السهل قد ولى. موضوع المياه موضوع حيوي يتطلب جهد أكبر وأوسع، يتعلق بالكفاءة المائية والاحتياجات البشرية والإنمائية في العالم العربي. السيدات والسادة، لا يفوتني في هذا الإطار إلا أن أنوه بمجهودات الجمعية العربية لمرافق المياه على المتابعة عن كثب في تنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه، وخاصة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح، بهدف إنشاء نظام معلومات على المستوى الوطني والإقليمي، وبناء القدرات، وإصدار تقارير التقدم المحرز في تحقيق أهداف الألفية بناء على المؤشرات الأساسية والمؤشرات الإضافية المعتمدة من قبل المجلس الوزاري العربي للمياه. والأكوا شريك فعال في متابعة هذا الهدف، والذي يعد من أهم الأهداف التي نصب إليها في الدول العربية. لذا فنحن جميعا هنا لبحث الابتكارات والحلول المستدامة لقطاع المياه في المنطقة العربية من خلال العروض المقدمة من الدول والمنظمات في هذا المجال، وهذا وسيتيح وبدون شك فرصة للجهات المعنية بالشأن المائي الاستفادة منها. وجدير بالذكر هنا أن أهنئ الأكوا على الإعداد لأسبوع المياه في المنطقة العربية، والذي يعد من المؤتمرات الناجحة والتي تسعى جاهدة إلى تبادل الخبرات والأفكار بين الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني. السيدات والسادة، إن حجم الاستثمارات تخصها الدول العربية لقطاع المياه يستحق الإشادة. وفي هذا الإطار فإن مشاريع كبيرة قد قامت في الدول العربية، وخاصة فيما يتعلق بمحطات تحلية المياه، وكذلك تحويل المياه بواسطة الأنابيب بين مناطق مختلفة في ربوع الوطن العربي، كما أن مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية المعتمدة من قبل المجلس، والتي بدأت بعض مؤسسات التمويل العربية وجهات أخرى أجنبية بالاستجابة لتمويلها، تعد حجر الأساس في عمل المجلس. وفي الختام أجدد الشكر للجمعية العربية لمرافق المياه، متمنية كل أعمال هذا المؤتمر بتوصيات تخدم الوطن العربي مباشرة وترتقي بمستوى معاشته، وهو الهدف الذي نصب إليه جميعا. وفي الختام أجدد الشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة، وفقنا الله جميعا لما فيه خير العباد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً.
أصحاب المعالي والضيوف من الدول الشقيقة والصديقة، السيدات والسادة، من أبرز التحديات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة في العالم العربي هي صعوبة الوصول إلى مياه الشرب النقية وتعرض المصادر المائية لظروف غير آمنة، إضافة إلى المشكلات البيئية المختلفة، الأمر الذي يتوجب أخذ الحيطة في المستقبل القريب. الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي في جمهورية مصر العربية الشقيقة من الشركات ذات التجارب الناجحة التي نهضت بقطاع المياه عبر حزم من الإجراءات طالت الخدمات الاجتماعية ورفع مستوى التدريب والمهارات لدى العاملين في هذا القطاع الحيوي، هذا إضافة إلى تأهيل منظومة جودة مياه الشرب وفقا لأرقى المعايير الدولية المعمول بها. الكلمة لعطوفة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، السادة الوزراء العرب والسيدة سفيرة النمسا السويد، بداية يسعدني أن أنقل لسيادتكم تحيات معالي الوزير الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بجمهورية مصر العربية، واعتذاره عن عدم الحضور للمشاركة في هذا المؤتمر الهام نظرا لظروف طارئة، وتقدم بالتوجيه الشكر للدعوة الكريمة لنا للحضور في هذا المؤتمر الكريم. وبشكر المهندس خلدون خشمان أمين عام الجمعية العربية للمرافق المياه أكوا لدورها الأساسي في تعزيز ونشر الممارسات الفضلة في إدارة مرافق مياه الشرب في العالم العربي، وأيضا جميع الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحث والمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية والمشاركين من كل الدول العربية والأجنبية. السيدات والسادة، يعاني قطاع المياه في المنطقة العربية من المشاكل المزمنة، كما يواجه العديد من التحديات من حيث خدمات إمداد المياه والصرف الصحي، وتتشابه هذه التحديات في معظم الدول العربية، والتي تتلخص في ندرة المياه، نسبة التغطية والتأثير السلبي على البيئة المحيطة، نقص موارد التمويل اللازمة لسد هذا العجز. ونتيجة لذلك يتبين لنا ضرورة إدخال تحسينات جوهرية من حيث الإجراءات الإدارية والسياسات المائية والقوانين والتشريعات المنظمة، بالإضافة إلى الإمكانيات الفنية والتقنية المتطورة. ومن هنا يبرز دور الجمعية العربية لمرافق المياه وغيرها من منظمات المجتمع المدني في رفع الوعي على كافة المستويات لدى مرافق المياه لتطوير أساليب إدارة مرافق المياه التي بدورها تؤدي إلى تلاحم المجتمع مع الشركات مقدمة الخدمة، وكذلك تبادل الخبرات مع الدول العربية المختلفة. السيدات والسادة، إن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في مصر تعتبر قضية مياه الشرب والصرف الصحي قضية أمن قومي هامة بما لها من دور أو مردود صحي واقتصادي واجتماعي على المواطن المصري. إن هذا هو حقا دستوريا له للحصول على المياه النظيفة النقية في بيئة آمنة. لقد وضعت الحكومة المصرية تلك القضية على رأس اهتماماتها، وتم إنفاق ما يقرب من 180 مليار جنيه خلال السنوات الماضية لكي يصل إنتاج المياه النقية حاليا حوالي 25 مليون متر مكعب يوميا تغطي احتياجات المواطنين في جمهورية مصر العربية. كما أنه بالرغم من الاستثمارات التي أنفقت في مجال الصرف الصحي، إلا أنه ما زال هناك جهد وافر مطلوب لتغطية هذه الخدمة. وأود الإشارة في هذا الشأن أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تسعى جاهدة لتخصيص الميزانيات المطلوبة لاستكمال منظومة تغطية الصرف الصحي للمواطن المصري، ويتم حاليا على التوازي إبرام الاتفاقيات ومع الجهات المانحة والمقرضة، وكذلك وضع آلية المشاركة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسراع في وضع حلول عملية سريعة غير تقليدية لهذه المشكلة. اسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم الوضع الراهن وكذا نبذة عن الرؤية المستقبلية واستراتيجية الشركة القابضة في هذا المجال. بالنسبة لمياه الشرب، لقد وصلت نسبة تغطية المياه الشرب في مدن وقرى محافظات جمهورية مصر العربية إلى نسبة تصل إلى 97%،
وبجودة قياسية تتطابق مع المعايير المنصوص عليها في القانون المصري، وكذلك من خلال دعم معامل مياه الشرب الموجودة والتوسع في إنشاء المعامل المركزية والمرجعية وإنشاء نظام للمراقبة على جودة المياه المنتجة، ويتم الإعداد لخطة التعامل مع مشاكل مياه الشرب خاصة في القرى الناجمة عن السلوكيات الخاطئة وغياب الوعي الصحي والبيئي الذي يؤثر سلبا على صحة المواطنين. بالنسبة للصرف الصحي، إن نسبة التغطية تصل ما زالت نسبة منخفضة تصل إلى 50% على مستوى الجمهورية، ولكن في الجزء الريفي ما زال نسبة منخفضة جدا تصل إلى 12%. وقد تم بالفعل تحديد التكنولوجيات الغير التقليدية منخفضة التكاليف لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الدلتا وصعيد مصر، وتقوم الشركة حاليا بإعداد خطة تنفيذية مرحلية للحلول المناسبة الغير تقليدية للقرى وكذلك التكاليف التقديرية، ونقوم باتخاذ خطوات إيجابية من أجل وضع آلية لمراحل التنفيذ طبقا للتمويل المتاح بالتنسيق مع الجهات المعنية. أيضا تم الاستفادة من تجارب الدول العربية في مجال إعادة استخدام مياه الشرب والصرف الصحي المعالجة، حيث قامت الشركة القابضة بالاشتراك في تطوير الكود المصري الخاص بإعداد استخدام مياه الصرف الصحي المعالج من أجل زراعة محاصيل صناعية ذات عائد استثماري قصير الأجل في مناطق مصر العليا والبحر الأحمر ومدن القناة والساحل الشمالي. إن وزارة المرافق والتنمية والمجتمعات العمرانية وأجهزتها الرئيسية ممثلة في الشركة القابضة والهيئة القومية والجهاز التنفيذي والجهاز التنظيمي يبذلون قصارى الجهد للوصول لأعلى مستوى من العناية بمشاكل مياه الشرب والصرف الصحي، رغبة من الدولة في توفير الرفاهية لشعب مصر. فأمامنا تحديات لا بد من مواجهتها، فقد لقي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وما زال يلقى اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة، وذلك لحرص الدولة على توفير كوب ماء نظيف نقي لكل مواطن، كما نبذل غاية جهدنا ليعيش المواطن المصري في بيئة نظيفة خالية من التلوث. وأخيرا في نهاية كلمتي، فإنني أشكر كل من ساهم بفكر أو جهد كي يخرج هذا المؤتمر الهام بهذه الصورة المشرفة، وأتمنى لكم جميعا التوفيق ولوطننا العربي الخير والنماء واستمرار البناء. شكرا. الضيوف من الأشقاء والأصدقاء، أيها الحفل الكريم، السويد من البلدان التي تدعم بشكل قوي الجهود الرامية إلى تحسين التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل التوصل إلى حلول مستدامة ومنصفة للمياه، وتدعم السويد مبادرات متعلقة بالمياه الإقليمية من خلال برنامجها الخاص بالتعاون المائي والإقليمي وبحوالي 10 مليون دولار سنويا. نرحب معا بسعادة سفير السويد لدى المملكة السيدة لينا غرانديل ريتس لإلقاء كلمتها أمام هذا الحشد الكريم، فلتتفضل. Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, good morning. I'm truly honored to stand before you at this opening session of the third Arab Water Week held at the shores of the precious Dead Sea. Let me first of all congratulate ACWA on the organization of this important conference. Sweden has been a proud partner to ACWA since the first Arab Water Week in December 2010. And thank you also to the League of Arab States and the Arab Ministerial Water Council that provides the umbrella for ACWA to host this week. Also, of course, my sincere thanks goes to our host country, Jordan, and the representative of His Excellency the Minister, Secretary General Habashne, and the entire Jordanian government's strong support for this event. Also, I would like to thank other partner countries and organizations that make this Water Week happen. For me personally, it's the first time that I attend the Arab Water Week, but from what I understand,
the Arab Countries Water Utilities Association, or AQUA, and the Water Week embody the objectives that Sweden are trying to promote in our regional development cooperation with the Middle East and North Africa. The starting point for Sweden's support to the region is the basic assumption that many key challenges for sustainable development, like water, know no borders and are best tackled through a regional approach. Capacity building for regional water cooperation and integrated water resource management, in particular through support to regional organizations and networks, are two of our priority areas. In addition, Sweden aims to facilitate regional dialogue and cooperation by providing platforms for discussion and networking. Therefore, I'm of course excited to see so many participants here today from all over the Arab world, and also